هذا البرنامج برعاية شركة الحفناوي لتصنيع خراطيم الري الحديث، خبرة 20 سنة في تصنيع خراطيم الري بتنقيط عالية الجودة. تصنيع جميع مقاسات الخراطيم من 16 ملي ل 90 ملي، أسعار تنافسية ومناسبة لجميع المزارعين، خدمة توصيل مجانية للكميات لجميع أنحاء الجمهورية، ضمان حقيقي يصل 10 سنين وفريق عمل كامل لتلبية احتياجات المزرعة. كل لفة معاها ضمان حقيقي. الحفناوي للري بتنقيط، الأفضل لمزرعتك. مع خبرة تصل إلى 70 عاما هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل. لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. جهود كبيرة وإنجازات غير مسبوقة حققها البنك الزراعي المصري خلال العامين الماضيين لدعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بجودة حياة أهالينا بمحافظات الصعيد. ويعمل البنك الزراعي المصري على المساهمة بقوة في دعم جهود التنمية في كافة محافظات الصعيد عبر الإسهام في تعزيز وخلق الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، ودعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة. وبمناسبة قيام الدولة بتدشين أسبوع الصعيد للإعلان عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في الوجه القبلي، أعلن البنك الزراعي المصري عن حجم مساهماته لتحقيق جهود التنمية في الصعيد من خلال العمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج في محافظات الصعيد والتوسع في إتاحة القروض الزراعية بأنواعها وبتيسيرات غير مسبوقة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، مثل مبادرة التحول لنظم الري الحديث والمشروع القومي لإحياء البتلو وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والطاقة الشمسية ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الدور التنموي للبنك في تحقيق التنمية الريفية من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياة كريمة، وذلك بإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية للبنك وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان الصعيد. ويبلغ حجم القروض الممنوحة من قبل البنك لعملائه بمحافظات الصعيد حتى 31 من ديسمبر لعام 2021 نحو 26% من حجم محفظة الائتمان،
نتيجة التوسع في منح التمويلات في محافظات الصعيد، حيث ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى نحو 14.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 50% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض المخصصة لدعم الإنتاج النباتي في محافظات الصعيد خلال عام 2021 نحو 2.863 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم إنتاج محصول قصب السكر. وفي إطار اتفاقيات الزراعة التعاقدية، فإن البنك يرتبط مع كل مصانع السكر والمزارعين بعقود ثلاثية لتوريد القصب في محافظات الصعيد، علاوة على مضاعفة الفئات التسليفية لقروض الإنتاج النباتي لكافة المحاصيل لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة الارتفاع في تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج. كما بلغ إجمالي القروض التي منحها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو بالصعيد نحو 1.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 7800 عميل لتربية 81862 رأس ماشية. وفي إطار حرص البنك الزراعي المصري على تحقيق التنمية الريفية الشاملة بكافة عناصرها، يوجه البنك كافة قدراته وإمكانياته للمساهمة بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف، ويركز بشكل أكبر على محافظات الصعيد كونها الأكثر احتياجاً لمساهمات المبادرة في عدد من المجالات، أبرزها إتاحة ومنح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية للبنك بجميع القرى، بما يستهدف تحقيق الشمول المالي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القرى، علاوة على المساهمة في دعم المستهدفات البيئية بالريف والتعامل مع المخلفات. وفي هذا الإطار، يقوم البنك الزراعي المصري بإطلاق قوافل توعوية تجوب كافة قرى مبادرة حياة كريمة لتحقيق استراتيجية البنك الزراعي المصري في الوصول بكافة خدماته لكل الناس على أرض الواقع وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر بضرورة تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع. وبدأت هذه القوافل من صعيد مصر وتحديداً في قرى محافظتي أسيوط وقنا، ومن ثم جابت القوافل كافة القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة في بقية المحافظات. ولأن البنك الزراعي المصري هو البنك الأكثر انتشاراً في كافة محافظات الجمهورية بشبكة فروع تبلغ نحو 1200 فرع، من بينها 451 فرعاً في محافظات الصعيد، يعمل البنك حالياً على تطوير 282 فرعاً في الصعيد بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 فرعاً تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 290 مليون جنيه. كما يستهدف البنك أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى، وبالفعل تم الانتهاء من تركيب 1000 ماكينة خلال الشهور الثلاثة الماضية بدعم من البنك المركزي المصري، من بينها 491 ماكينة في قرى محافظات الصعيد بتكلفة قدرها 242 مليون جنيه. ويولي البنك تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمية خاصة باعتبارها محور التنمية الاقتصادية ولدورها الهام في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث يبلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها البنك من خلال برنامج التمويل متناهي الصغر باب رزق بالصعيد نحو 59.7 مليون جنيه، استفاد منها 6430 مواطناً بقرى حياة كريمة بنسبة 85% من إجمالي تمويلات البرنامج التمويلي الذي يستهدف المرأة الريفية والشباب وصغار المزارعين والتجار وأصحاب الحرف اليدوية.
إلا أن المرأة الريفية هي الأوفر حظاً في الحصول على التمويل من بين هؤلاء بنسبة 55% من إجمالي المستفيدين من البرنامج. كما قام البنك بتمويل عمليات إحلال 606 سيارات نصف نقل كبوت واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بإجمالي تمويلات نحو 110 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، وذلك بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة المواطنين، تحقيقاً لمحور هام من أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت الفترة الماضية العديد من الجولات الميدانية في كافة محافظات الصعيد للأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك، استهدفت استعراض المبادرات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك لصغار المزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال لقاءات مباشرة مع الفلاحين والمنتجين وكبار المستثمرين. كما شهدت الجولات التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري لقاءات مع السادة المحافظين والسادة نواب الشعب والقيادات الشعبية والتنفيذية بهذه المحافظات. وقد أسفرت تلك اللقاءات عن العديد من بروتوكولات التعاون لتسخير كافة إمكانيات وقدرات البنك لتعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية. كما قام البنك بتنظيم لقاءات جماهيرية بمحافظات قنا وأسيوط والمنيا والفيوم لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في قرى الريف المصري لتحقيق الشمول المالي في القرى الأكثر فقراً، بما يحقق التنمية الزراعية والريفية الشاملة بكافة عناصرها. وتتوالى إنجازات البنك الزراعي المصري على أرض الواقع ليساهم وبقوة في دعم جهود الدولة للتنمية تحقيقاً لرؤية مصر 2030. هذا البرنامج برعاية